إذا كان حوارائي في موقف ما يبطل هذا العمل الذي رأني، أما إن كان يرائي في كل أمر يقوم به فهذا يكون من قبيل الشرك الأكبر، سواء كان في الدعوة إلى الله أم في عبادة أخرى. لكن إذا كان كل ما يدعو به إلى الله عز وجل يرائي فيه يبطل هذا العمل كله، لكن لا تبطل سائر أعماله، فيكون من قبيل الشرك الأصغر.